السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في القناة قناة لوندا ديزات شمس الحياة. نرحب فيكم ونقول لكم أهلا وسهلا بكم جميعا، وإن شاء الله تكونوا بألف خير وبصحة إن شاء الله وعافية يا رب. اليوم في قناة لوندا ديزات شمس الحياة حبيت ندخل يعني نكمل في الوصفات اللي يعني راني مع الوصفات في عالم الطبخ، وعلى بالكم باللي القناة اللي يعرفوها بيان سور هي قناة مبتدئة على كل حال، ولكن الحمد لله عندنا مشاهدات الحمد لله على كل حال، عندنا مشاهدات قليلة ولكن عند ربي راها بركة ما عندي الحمد لله. المهم مادام كاين الناس تحبنا وتبعنا وهذا شرف لنا ويسعدني كثير. فوالا دونك نتبع في الوصفات، كنت حطيت يا با لونطون بزاف من الوصفات، واليوم راني غير وصفه وصفه مر وصفه. اليوم جبت لكم وصفه اللي هي اكيد وصفه مغربيه، اصلها مغربي وانا ما كنتش نعرفها يا با لونطون اللي تعرفت على هذه الاكله اللي هي البسطيله. البسطيله اللي هي اكله مغربيه تيبيكمون مغربين دو مغرب، فوالا من المغرب من المغرب. دونك نهار اللي دقتها وكليتها عجبتني بزاف في رمضان، دونك وليت نتشاها البسطيله ونشريها بدراهم تنتباع عندنا في لو مارشي. كاين لي ماروكان يطيبو اون ديريكت قدامك مباشره، كاين لي عجنو يطيبو اون ديريكت يطيبو يحضرو ويجدو قدامك وكيما تشوفي وتشري عليهم وتخيري. دونك ساكوت كوميم البسطيله صغيره حبه وحده تساكوت وحده 3 يورو اي كلك. دونك فوالا، وانا حبيت نطيبها اليوم في المنزل يعني بيد جزائريه نطيب وصفه مغربيه. فوالا دونك ندخل في المقادير. بسم الله. كما راكم تشوفوا الشعريه الصينيه خديت زوج، الفيونداشي راه مجمد مازال ندخلو في الميكرووند باش بيان سور نحيلو الجميد هذا باش نديكونجليه. فوالا حبه تاع حبه تاع بصل، زوج صنينات تاع الثوم، حشيش جواز قطعتو مع زوج نتاع فيو دو بريك او الديول كما حنا نسموه عندنا. التوابل بيان سور الملح الفلفل الكحل زعفران القرفال راس الحانوت، واش تحبوا تدخلوا دخلوا مع الحبه اللي حاجه اللي تحبوا تزيدوها في يعني التوابل او لي زيبيس دخلوا واش تحبوا نتوما على حسب الذوق ديالكم. فوالا وندخلوا دوكا نبداو في طياب نشرعوا في تحضير البسطيله. فوالا يا البنات، دونك كما راكم تشوفوا الشعريه الصينيه بيان سور دوك نشمخها لداخل الماء، لازم ابللوها بالماء باش تجيني سهله طريقه باش طيبلي بالخف. فوالا سي اون استوس غير باش نشمخها شويه برك، هذا ما كان باش تطلق روحها كما راكم تشوفوا باش تطلق روحها، هذا ما كان. فوالا نبللها باش يدخل فيها الماء غير هكا برك. فوالا نعاود نرجعها وبعد نحطها داخل الكسكاس نفورها داخل الكسكاس بيان سور اللي نكون دهنته بالزبده. فوالا البنات كما راكم تشوفوا شعرية صينية ديالي، وهنايا راني رايحه بيان سور نبدا نفورها. درت بيان سور القدره الكسكاس فوقها ودهنتها بالزبده، ودوكا نحط شعرية ديالي لداخل كما راكي تلاحظي وتشوفي. فوالا ونخليها حتى الثوم مع الحشيش الملح بالتوابل يا البنات كما قلت لكم فوالا حمست الفيونداشي مع البصل والثوم بيان سور بعد ما سكرفشتهم مع حشيش جواز والتوابل وكذلك الملح وشويه زيت.
ودوكا بيان سور شعريه صينيه نزيدها معاهم ونخلط كلش. وجدت بجيه الزبده مع لو بانسو وهاد العفسه كما راكم تشوفوا فيها. وبيان سور راح نبدا نخدم بالديور ديالي البسطيله المغربيه. يلا بسم الله على بركه الله نبداو. البسطيلات دياولي راني وجدتهم انا اول مره نطيبهم باش يفهموني اللي موالفين بيان سور يطيبوهم ويعرفوا لهم بيان سور هي مغربيه الاصل البسطيله. دونك فوالا ودوك ندخلهم داخل الفرن ولنا عوده بعد قليل بيان سور بعد ما دهنتهم بشويه زبده نحطهم داخل الفرن شويه. قلت بالك نزينهم بشويه نتاع القرفه غير شويه من الفوق هكا غير شويه ماشي حاجه باش نزينوهم ندير لهم يمتي ديكوراسيون باش يولوا شابين. فوالا وندخلوهم البسطيله ديالي راهي طابت. فوالا كما راكم تشوفوا جات كما تشوفوا نتوما رايكم على باليش انا المهم الريحه نتاعهم تشهي. ندي وحده باش بيان سور نقسمها معكم. الرائحة ما شاء الله راهي تشهي. بسم الله نقسم معاكم تشوفوا بيان سور البسطيلة المغربية بيد جزائرية. انا تعجبني البسطيلة موت عليها. فوالا يد تقسم ويد تصور. سمحولنا مازال ما شريتش لي زوتي ما شريتش الماتيريال باش تاع الكاميرا وتاع باش بور تونير لو تيليفون مي بيانتو ان شاء الله دون لافنيغ جو ميكيبي ان شاء الله. فوالا دونك ندوق نقول لكم. فوالا شوفوا كيفاش بيونداجي لداخل مع الشعيريه الصينيه. فوالا بسم الله بسم الله روعة ترو بون ما شاء الله. روعة ما شاء الله. البسطيلة باش نتسطاو مليح. شهيتكم طيبة أمسيتكم طيبة. أمسيتكم طيبة شهيتكم في الجنة وإلى اللقاء.